محمد واحد من ضحايا الألغام في تعز، حيث يقضي أوقاته في ظل الإصابة التي تعرض لها حينما قرر التصدي لقناص تابع لعناصر الميليشيا كان يتمركز في إحدى المباني. هم هجموا علينا وحنا صديناهم، بعد رجعنا عندهم هجمنا عليهم مرة ثانية ما تعورتوا. ليست هذه الصورة التي رسمتها الطفلة رشا سوى تلخيص لمستقبل الشاب العشريني الذي سيعيش بين رفاقه ويستكمل معهم مشواره التعليمي على حالته هذه، ما لم تسارع الجهات الرسمية لمساعدته على تلقي العلاج هو والكثير من الجرحى الذين ينتظرون دور الحكومة الشرعية الغائب أصلاً عنهم حتى الآن، خصوصاً وأن ضحايا هذه الآلة القاتلة في ارتفاع متزايد في هذه المحافظة التي تشكو تدهور الأوضاع الصحية. كل يوم في ازدياد في حالات الجرحى تسببت في بتر أعضاء من أرجل وأيدي، وهناك أرواح أزهقت نتيجة هذه الألغام. تتعدد الأساليب الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح هنا، إذ لم تكتفي الميليشيا بقصف الأحياء السكنية والحصار بل تذهب أبعد من ذلك بكثير، حيث تزرع الموت في مداخل المدينة والطرقات وبعض الأحياء أيضا على هيئة ألغام ومتفجرات. أعتقد أن أخطر ما يواجه تعز هي الألغام المزروعة التي تقوم ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح بزرعها في الأحياء السكنية والمناطق التي تكون مسيطرة عليها، ثم تنسحب منها وتترك هذه الألغام مزروعة. هذه الألغام راح ضحاياها كثير من المدنيين الأبرياء الذين ليس لهم علاقة بما يحدث في مدينة تعز. وسط الحرب التي تقودها الميليشيا على تعز، تتضاعف أرقام الضحايا جراء تصدير الميليشيا الموت على أكثر من طريقة بما فيها ضحايا الألغام. ليس محمد منصور الذي بترت ساقه من يعاني هذه الإصابة، فهناك المئات من مختلف المحافظة من حرمتهم الألغام من الحياة بشكل طبيعي، وهناك أيضا ضحايا محتملين لهذه الجريمة المؤجلة بحقهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.